إني لأذكركم وقد بلغ الظما مني فأشرق بالزلال البارد وأري العدا أن الإساءة منكم خطأ وتلك سجية من عامدي ويصح لي قول الوشاة عليكم فأرده عنكم بظن فاسد وإذا طويت هواك عنهم نم بي وجد يدل على لسان حامدي وإذا سئلت عن السلو أجبتهم بلسان معترف ونية جاحدي إن لم يكن سحرا هواك فإنه والسحر قدام أديم واحد ما زلت أزهد في مودة راغب حتى ابتليت برغبة في زاهدي ولربما نال المراد مرفه لم يسع فيه وخاب سعي الجاهد هذا هو الداء الذي ضاقت به حيل الطبيب وطال يأس العائدين.